السلام عليكم عندنا حاجه اسمها ادوات قياس الاداء البديله ودي مؤشرات بتقيس اداء الشركه وادوات القياس دي غير منصوص عليها في المعايير وبالتالي مش بيتم مراجعتها من قبل المراجع الخارجي وبكده كل شركه تقدر تفصلها على مقاسها يعني نقدر نقول انها تعتبر اداه تسويق للشركه والادوات دي قد تكون ماليه زي مثلا الارباح قبل خصم الفوائد والضرايب والاهلاك والاطفاء او earning before interest tax depreciation and amortization وزي مثلا الارباح قبل خصم الفوائد والضرائب وزي نسبه الديون او الديت ريشيو وزي معدل العائد على راس المال الموظف او ريتيرن اون كابيتال employed او تكون ادوات ومؤشرات غير ماليه زي مثلا معدل نمو المبيعات مؤشرات الانتاج عدد العماله او معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمحللين بيستخدموا ادوات القياس دي عشان يقارنوا شركه بشركه ويتوقعوا سعر السهم وحركته والبنوك والمستثمرين بيحددوا من خلالها هيسلفوا الشركة ويستثمروا فيها ولا لا وأشهر أداة قياس فيهم هو مؤشر الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء أو Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization ودي بتدخل في تحديد مكافئات الإدارة العليا وتعتبر بديل لصافي الأرباح أو Net Profit المنصوص عليه في المعايير وعشان كده بنسميها أدوات قياس بديله طيب هتسالني وتقول لي ليه المحللين والمستثمرين بيستخدموا الاداه دي بالذات في قياس اداء الشركه بدلا من صافي الربح اقول لك لان المقياس ده بيقول لي الربح من الانشطه التشغيليه قبل ما اخصم منه الفوائد وده لان هيكل راس المال لكل شركه مختلف والفوائد مش مرتبطه بشكل مباشر بالنشاط التشغيلي للشركه وقبل ما اخصم الضرائب لانها خارجه عن سيطره الشركه والتشريعات الضريبيه مختلفه من دوله لدوله ومن شركه لشركه وقبل ما اخصم الاهلاك والاطفاء ودول لانهم مصاريف غير نقديه او نون كاش واداره الشركه بتجتهد في تحديد العناصر المستخدمه في حسابها زي مثلا سياسه الإهلاك، والعمر الافتراضي وطبعا الاجتهادات دي بتختلف من شخص للتاني كمان لو في مصروف بيحصل مره واحده ومش هيتكرر في السنوات اللي جايه وده بنسميه وان تايم ترانزاكشن مش بيتخصم من رقم الربح ده او بضيفه تاني على الربح لو كان تم خصمه قبل كده وبالتالي رقم الربح هيزيد زي مثلا المصاريف الناتجه عن الكوارث والحرايق او خساره ناتجه عن وقف جزء من النشاط وهكذا وده لان الربح ده بسترشد بيه عشان اعرف اداء الشركه في المستقبل وبما ان المصروف ده مش هيتكرر تاني في المستقبل فطبيعي اني مخدوش في حسابي يبقى كده بعد ما استبعد كل الكلام ده اقدر اقارن اداء شركه بشركه تانيه في نفس النشاط لاني استبعدت كل العناصر المختلفه ما بينهم. دلوقتي في اتجاه من الشركات ان التكاليف والخسائر المرتبطه بكوفيد 19 او كورونا فيروس لا تخصم من هذا الربح يعني تعامل زيها زي الفوايد والضرايب والاهلاك وبكده المؤشر هيكون earning before interest tax depreciation amortization and covid-19 او كورونا فيروس وبالتالي ده لو تم رقم الربح او earning before interest tax depreciation amortization and كورونا فيروس هيزيد والمؤشر ده قلنا انه بيستخدم في تحديد مكافئات الاداره العليا والمستثمرين بيعتمدوا عليه في كل قراراتهم. طيب لو انت مستثمر او بنك او شغال في اي جهه رقابيه او عضو لجنه مراجعه، هل هتوافق على الكلام ده وليه؟ بص يا سيدي لو جينا بصينا على العناصر اللي تم خصمها من الارباح هنلاقيها بتشترك في انها يمكن قياسها وتحديد قيمتها بصوره يمكن الوثوق فيها، لكن حاله الانسرتينتي او عدم التاكد اللي بتحوم حوالين كوفيد 19 بتخليك من الصعب انك تحدد تاثيره على اي نشاط ودي صفه لازمه لاحداث الانسرتينتي لان الشركات والعالم اول مره يتعرض لهذا النوع من الوباء وبالتالي ما فيش خبرات سابقه او بيانات كافيه يمكن استخدامها عشان احدد رقم للتاثير ده كمان كوفيد 19 كان له تاثير على الاضمحلال والاهلاك نتيجه لتوقف بعض المصانع والاصول وله تأثير على الفوايد لو كان تم استخدام تسهيلات ائتمانية لزيادة السيولة يعني تأثيره متشعب ومعكوس اصلا في العناصر اللي تم خصمها مسبقا من الارباح ثم مين قالك ان الخساير والتكاليف المرتبطه بكوفيد 19 فعلا كانت بسببه ليه ما تكونش بسبب ان مرونة نشاط وعمليات الشركه ضعيفه وان في شركات في نفس النشاط بتاعك لم تتاثر بنفس القدر لان عندها مرونه وكانت مكونه كاش تقدر تواجه بيه الازمات الغير متوقعه يعني مثلا شركه بتعتمد على مورد واحد في بلد موبوءه وشركه تانية بتعتمد على اكتر من مورد في اكتر من بلد فكده السبلاي تشين وبالتالي المبيعات الشركه الاولى مش هتتاثر بشكل كبير كذلك برضه شركات التجزئه والجروسري اللي شغاله اونلاين واللي شغاله اوفلاين التاثير على المبيعات هيكون مختلف وكلنا شفنا المكاسب اللي حققتها شركات التجزئه اللي شغاله اونلاين يعني خسارتك للمبيعات كانت مكسب للمنافس اللي ليك في السوق وبالتالي ما نقدرش نجزم ان خساره المبيعات دي كانت بسبب كوفيد 19 فقط واخيرا ازاي عاوز تعالج تاثير كوفيد 19 باستخدام تاثير كوفيد 19 يعني ازاي عاوز تعالج التكاليف الخساير اللي نتجت بسبب كوفيد 19 باستخدام نفس التكاليف والخساير دي في المعالجه عن طريق انك تعملها زي الفوايد والضرائب والاهلاك. يبقى الخلاصه وفقا للاسباب اللي ذكرناها معامله التكاليف والخساير المرتبطه بكوفيد 19 زي الفوايد والضرائب والاهلاك هيكون تضليل المستثمرين واسواق المال والرابح الوحيد من الامر ده هو اداره الشركه لانك لو ما خصمتش التكاليف والخساير دي من الربح رقم الربح هيزيد وبالتالي مكافئات الاداره العليا